الناس شايفة كده دلوقتي انه مع فريقه مبسوط اكتر مع المنتخب، هل عجبك امبارح في مواجهة غانا؟ يعني هو سجل وأدى الأداء في التايمينج ده، في الوقت ده بيفسخ عقده وعامل ضجة وعامل خناقة. أنا بشوف إنه كويس، لكن الفرقة تخوف بالأداء، يخوف مع غانا. لأ، في التخوف إنه تفضل تخلص 3-2 وفي آخر دقيقة جول بيغلط، مفيش تركيز، كان هيبقى لولا الراجل اتزحلق اياكي ويليامز، حاجه غريبه جدا. يعني هو عمل كل حاجه في اللقم وكل حاجه صح، وجاي في التنفيذ الباد لك. يعني ده يا عيني ده تلاقيه ما جالوش نوم. ده باد لك، انا عملت كل حاجه وفي الاخر رحت اتزحلق وانا بستلم الكوره. فالرياكشن بتاع غانا عكس الشوط الاولاني. الشوط الاولاني كانوا مستسلمين جدا، مسلمين نفسهم، حاسين ان هم فرقه اصغر من البرتغال بكتير جدا. اول ما جه فيهم الجون حصل الرد الفعل الرهيب ده، وانطلقوا وانفجروا على كل الخطوط بشكل كويس. عملوا ريسك وفتحوا الخطوط ورا، عشان كده جه فيهم التاني والتالت. لكن في النهايه جابوا جولين، وجابوا جولين سهلين، مش جولين فيهم صعوبه يعني. جابوا جولين سهلين، لكن واضح انهم عندهم. فبتهيألي دي هتغير قناعات المدرب في الماتش التاني، ما عندوش حل غير انه يلعب زي النص ساعة أو اللي ختم بيها المباراة بالظبط، ما عندوش غير كده يعني. كريستيانو لما سجل، شفت صوت الجمهور وهو بيعملوا سي لما هو نط النطة بتاعته ده؟ طبعا، بس الراجل ايه حلاوة ان اللعيب يوصل للليفل؟ الراجل بتاع غان راح عملها له بوكاري هو عمل له كده وهو بيعملها كريستيانو رونالدو، لقطة السي دي هتبقى جنبنا على شمالنا، هي قدامنا على الشاشة. بص مين اللي ورا، بص الناس لقطت صورة حلوة. صح، ربط هايل، ربط ممتاز. لا، وتحس ان ميسي ده لو قصد يبص لك يترسم. ايوه، بس يبقى باصص الضحكه دي، يعني انا فرحان لك صح. دي مش ضحكه غيره، مش ضحكه غيره ولا غل ولا اي حاجه. الراجل يعني فرحان له يعني. هم اتكلموا هم الاثنين عن بعض حلو، واتعمل ليهم اعلان حلو مع بعض، حتى لو بالفوتوشوب، لكن اعلان مدفوع لهم هم الاثنين قبل البطولة. يستاهلوا كل كأنهم بيلعبوا كل اللي قدموه لنا في الكورة، يستاهلوا عليه أي حاجة، أي حاجة يستاهلوا عليه.